مئات المتظاهرين من أهالي السويداء جنوبية سوريا خرجوا في تظاهرة جابت شوارع المدينة للتأكيد على مطالب الحراك في التغيير السلمي الشامل ورحيل الرئيس السوري بشار الأسد. المتظاهرون الذين اتجهوا إلى ساحة الكرامة وسط المدينة حيث المعقل الرئيس للاحتجاجات أكدوا أن تلك الساحة هي رمز وحدتهم وبوابة تحقيق مطالبهم في الحرية والعيش بكرامة. من ساحة الزنبقة ومشينا بشوارع السويدة وصلنا لساحة الكرامي، ساحة المحبة، ساحة النضال، ساحتنا اللي موحدتنا، ومهما كانت بنرجع نقول مهما كانت آرائنا مختلفة الساحة عم بتوحدنا وراح تظل موحدتنا، ومن هالساحة إن شاء الله بدنا نحقق مطالبنا. المحتجون رفعوا شعارات ورددوا هتافات تؤكد تمسكهم بهوية سوريا الموحدة، منددين بالاتهامات التي تروج لها الحكومة السورية بهدف الإساءة للمحتجين وضرب حراكهم. مطالبنا هي مطالب الشعب السوري، لا نقبل بأي شكل من الأشكال الانفصال أو التبعية لأي جهة، وأن نطبق الأجندة السورية فقط بعدين على أي أجندة سواء إيرانية أو تركية أو أمريكية أو روسية أو أي جهة ثانية. نحن نطالب بحقوق الشعب السوري ومصرين على وحدتنا الذي زرعها الأجداد. الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش ورفاقه والمجاهدين أعلنوا الدين لله والوطن جميع. نحن سوريون، نحن سوريون، نحن سوريون، ولن نقبل بأي شكل من الأشكال التقسيم أو الانفصال. ورغم قساوة الظروف الجوية وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، يواصل المحتجون حراكهم السلمي المستمر منذ أكثر من 4 أشهر وسط تمسكهم بتحقيق أهدافه في التغيير السلمي الشامل وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 22-54.